انت ما شاء الله في رمضان ده عملتي تقريبا كان 3 مسلسلات، كان ليك السنه دي، كان ليك ذهاب وعوده والكابوس وطريق، ده في رمضان ما شاء الله يعني مش بنحسدك، الله اكبر. وبعدها بعد كده على طول كان ولاد رزق، كان ليك في السينما ولاد رزق. على طول انت بتقبلي اي عمل ولا بتركزي قوي؟ انا بيكي جدا في يعني ممكن يكون تقدم لك اكتر من كده، دول اللي انت اخترتي فيه ليه اكتر من حاجه، وربنا وفقني الحمد لله الحمد لله ان الحاجات اللي بعملها حاجات بتبقى ناجحه يعني من عند ربنا. حلو، ايه بقى اللي جاي عندك؟ ايه الجديد؟ والله عندي 20 فيلم 13 مسلسل، هوليوود طلباني انت عارفه. لا بجد والله ده ايه ده؟ عشان الحلقه كده تسخن يا اروى. حلو، اه مش غلط، بس قولي لي ايه ايه الجديد بجد؟ لسه ما فيش حاجه، في مسلسل المفروض بره رمضان اسمه بيت السلايف، بس لسه الكاست بتاع التمثيل ما كملش. في فيلم ان شاء الله، بس برضو لسه يعني عارفه لسه الحاجات تحت التحضير يعني. اللي مضيته بس اللي هو بيت السلايف. في فيلم دورك فيه ايه مثلا؟ بنت اسمها اروى. ميرسي. انا حبيت اقول قصه حياتي لسه بدري يا جماعه. المفروض ان هي مزه، فانا هاجي اتعلم منك يا حبيبتي. اسمها اروى، مضيفه طيران. وبس بقى خلاص. حلو قوي، احنا بنتمنى لك التوفيق وان شاء الله تكملي نجاحاتك اللي انت اوريدي ظهرتي علينا فيها في الاخر.